السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين، صباح الفل عليكم يا حبايب قلبي. ان شاء الله النهارده هنعمل كده روتين يومي كده بعمله كل يوم يا حبايبي، وان شاء الله في استفاده كده، ان شاء الله هتستفيد. طبعا كلنا بنحب التخسيس، وتحب يبقى جسمنا كده جميل كده، عشان نلبس كده ونتمتع كده ونبقى رشاقين كده وحاجه جميله كده. اول حاجه بنعملها يا حبايبي الميه السخنه، ميه سخنه، ميه فاتره، ميه دافيه، حسب انت مقدرتك وحسب ان انت تستحملي تشربي ميه ايه بالظبط. ميه بيضة ما فيهاش اي حاجه، في ناس بتحصر عليها ليمون، ده لو معدتك كويسه، لو معدتك ما بتستحملش الليمون بلاش ليمون، خليها بس ميه سخنه او فاتره حسب انت ما تستطيع. كده شربنا بقى الميه السخنه او الدافيه او الفاتره حسب استطاعتك انت. هنروح بقى كده على الايه، على الكب كيك كده، نقطعه كده مكعبات كده يا حبايب قلبي. وطبعا احنا عملناه مع بعض كتير الكب كيك ده، وعملنا شوكولاته، كيك بالشوكولاته كده يا حبايب قلبي كده. وطبعا انا بحب الكيك بالشوكولاته لما يكون بايت، صراحه بيبقى حلاوته باينه كده وصريحه كده. هنحط نص معلقه شاي على معلقه سكر، طبعا بعد الميه الدافيه والسخنه والفتره والحاجات دي كلها، بس مش مشكله يعني، هو اصله يبقى سكر دايت بس النهارده فري عشان احنا هنعمل وهنفطر مع بعض يا حبايب قلبي. هنصب بقى اللبن المغلي الجميل ده، ويا رب كده ان شاء الله ان شاء الله يا حبايبي اكون خفيفه على قلبكم يا رب يا حبايب قلبي يا رب، وتستقبلوني كده ويكون كده روتين خفيف عليكم. ولو حبيتوا الروتينات دي جميل ماشي، مفيش اي مشاكل، ممكن نعملها مع بعض كده مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، وكل مره برضو هنستفادوا استفاده صغيره كده مع بعض يا حبايبي. ويا ريت كده اللي عنده نصايح، اللي عنده ارشادات، نستفاد من مع بعض، مفيش اي مشاكل. وبحبكم وبعزكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين يا حبايب قلبي. وطبعا انا بفرح قوي قوي الكومنتات اللي بتبعتوها لي، والصداقه والمحبه اللي بينا، وربنا يديم المحبه يا رب يا حبايب قلبي. يعني في واحده صديقه كده غاليه عليا، ما عملتش فيديوهات كده من اسبوع او 15 يوم، قالت لي حبيبتي وحشتيني، كنت فين من زمان. الكلمه دي طبعا اثرت فيا جامد وادتني دفعه لقدام، وربنا يخليها ليا يا رب يا حبيبتي ويديم المحبه يا رب. ولو مثلا يعني لو في اي نصايح، لو في اي حاجه ممكن اعملها لكم في الفيديوهات بتاعتي وتعجبكم وتستفادوا بيها، مفيش اي مشاكل يا حبايب قلبي. احنا لازم نبقى ايد واحده ونحب بعض ونستمر مع بعض. طبعا انا كل مره طبعا باكل قطعه من الكيك، بس النهارده بقى فري زي ما قلت لكم كده، هناكل الاثنين كده يا حبايب قلبي. وطبعا فطار النهارده ليه طعم تاني خالص عشان انتوا معايا طبعا يا حبايب كده. انا خلاص كده خلصت الكيك كده، يعني كفايه قوي عليا كده، يعني بعد المية السخنة ده كفاية قوي. نشرب بقى الشاي كده مع بعض يا حبيبتي، الشاي بلبن. وبعزكم وبحبكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وروتين يا رب يكون خفيف عليكم وخفيف على قلبكم. وطبعا يعني اي تعليقات لي او اي استفادة لي انا تحت امركم، واي نصايح انا بقبلها، علشان انا عارفة ان انتوا فعلا بتحبوني وهتدوني الارشادات الصح والنصايح الصح. وكده خلاص كده يا حبايب قلبي كده، احنا كده خلصنا الفطار كده مع بعض كده. عقبال بقى المره الجايه كده، ويا ريت تقولوا لي كده الروتين ده عجبكم ولا لا، ولو عجبكم نعمل تاني وتالت مع بعض. كل سنه وحضراتكم طيبين.